بسم الله الرحمن الرحيم. طلبة جريد 5 عاملين ايه يا حبايبي؟ ان شاء الله النهارده هناخد اول درس معانا او ليسون بيتكلم عن approximating to nearest thousands and hundreds. تابعوني كده من كتاب المعاصر. بإذن يا حبايبي احنا الاول لازم نبقى عارفين place value للديجيتس اللي عندي، لان يعني عندي numbers موجود زي ده هنا 321.7562. عايز اعمل approximating to the nearest thousands. بشوف ال thousands فين، باجي هنا عند ال point بشوف ال decimal numbers عندي هنا على ايدي اليمين by right hand، شايفين 7 تبقى في tenses، hundredth thousands يبقى thousands ديت 6. بشوف ال digits اللي بعدها، لو كان ال digits اللي بعدها less than 5 يبقى ما يعطيش حاجة، can't give 1. لو كان 5 or 6 or 7 or 9 يبقى give 1. يبقى لو كان equal 5 or more than، يعني equal half or more than، يبقى give 1. ماشي، give 1 to the ايه the digits، يعني 2 مش هتعطي حاجة لل 6 عشان هي less than 5، فلازم ال number اللي عندي ال digits اللي عندي ده يبقى 5 or 6 or 7 or 8 or 9. يبقى هنسمي دول rich numbers. ماشي، rich يعني ارقام ايه مثلا غنية ب give 1، لكن هنا 0 1 2 3 وال 4 poor digits ما بتعطيش حاجة. يبقى انت عشان تعمل nearest approximating to nearest thousands تجيب مكان الرقم place value بتاعه، place value اللي هو 6، وتشوف ال 2، ها ال 2 less than 5 can't give 1، فتكتب كل ال number عادي 321.756. في بعض التحويلات الكونفرت عندي يا اولاد، هنا 1 over 5 بنحولها نعمل convert، لازم النوميريتور اللي عندي والدينوميتور يتحولوا. ليه؟ لان هنا الدينوميتور 5، انا شايف الدينوميتور 5، لازم الدينوميتور ده بيكون 10 او 100 او 1000. بنعملها ازاي؟ لو كان الدينوميتور 5 all times 2، 2 times 5 equal 10. لو كان الدينوميتور 25 all times 4، 4 times 25 equal 100. لو كان الدينوميتور 125 all times 8 equal 1000. خلاص، برضو عندي يا اولاد برضو في بعض الفريكشنز لازم نحولها، نحاول حافظينها يعني half 1 over 2 هنحول convert to 0.5، وهنا quarter equal 0.25، وعندي 1 over 8 0.125. ماشي، جت ازاي هنا؟ هنا الدينوميتور كان 8، يبقى انا عملت تايمز 125 تونوميتور اند دينوميتور. ماشي، اديني 0.125. طيب لو جه مثلا يعني ديجيت احنا مش متعودين عليه او نمبر غريب، نعمل ايه؟ الزيرو ده مالناش دعوه بيه، يعني اعتبره مش موجود، بتقول له تايمز 125 يعني كانها 8 مثلا، يعني 80 الزيرو ده تعتبره مش موجود، يعني انت ما تاخدش بالك منه، يعني في التحويلات تركز على 2 و 4 و 8. لو جات لك 2 تعمل تايمز 5، ولو كان موجود 4 قول تايمز 25. طبعا يا اولاد انا بتكلم عن النوميريتور والدينوميتور، يعني انت لما تيجي تعمل تايمز للدينوميتور لكن لازم تعمل تايمز للنوميريتور برضه، الدينوميتور والنوميتور. ماشي، والنوميريتور مع بعض يبقى 2 اوفر 10 ايكوال 0.2. اكزامبل تاني هنا 25 over 100 يبقى decimal after two digit numbers، يبقى 25 وحط ال point والزيرو جنبها. example تاني بقول 2 over 100 equal what؟ هنا 2 divided 100، يعني ال point اللي عندي هون after two digit numbers، انا ما عنديش الا 1، number 2 نزود ما عندنا put 0 at left هنا، وبعدين البوينت وبعدين الزيرو. يعني هنا ال 2 divided 100 لازم البوينت اللي عندك تكون after 2 digits number because you divided by 100. خلاص، طب لو divided 1000 بنعمل ايه؟ لازم البوينت تكون after 3 digit numbers. طب انا عندي 37 لازم ازود لها على شمالها هنا ايه؟ زيرو. ما اجي اعمل divided لازم يبقى عندي هنا 3 digit numbers، بزود زيرو كده من عندي هنا، تمام؟ وأقوم كاتب بقى 7 3، يعني 37 تنزل زي ما هي، وأزود 0 جنبها وبكتب البوينت عادي خالص والزيرو في الأول، لأن مفيش هول نمبرز، تمام؟ مفيش هنا هول نمبرز بره، مفهوم يا ولاد؟ ناخد بالنا. وفي عندنا برضو إكزامبلز من الكتاب، نشوف كده معانا إكزامبل
Exercise number one. Approximating each of the following numbers to the nearest hundreds. هنا بشوف الهندردز فين، باجي عند البوينت شايفين البوينت اللي عندي موجودة هنا 5 1، اخد 1 لان ال 1 في الهندردز. انا محتاج ايه يا ولاد؟ يقول لي approximating to the nearest hundreds. لازم اقرا السؤال كويس اشوف هو عايز يعمل ايه. approximating to the nearest ايه؟ thousands ولا hundreds ولا units ولا teens، حسب في الاكزامبل ما هو كنت طالب مني. طب هو دلوقتي قال لي يا مستر انا عايز approximating to the nearest hundreds، يبقى انا اشوف الهندردز فين يا مستر؟ اعرفها ازاي؟ البوينت موجودة اهي اللي على ايدك اليمين باي ليفت باي رايت هاند، تاخد ال 5 هنا يونت، اللي على الشمال ده يونت، ها وهنا ايه 10. ماليش دعوه باليونت وال 10، لا انا باخدش الهول نمبرز، ببعد عن الهول نمبرز ده خالص، بقوم واخد على ايدي اليمين اشوف التنسز، ها هاندردز ثاوزندز، يبقى انا هاخد مين الديجيت 1 شايفينه. اشوف اللي على ايدي اليمين بقى اللي هو ال 4، الفور ده للزان 5، يبقى كانت تجيب 1، يبقى ده من البور نمبرز خلاص، يبقى مش هتديها حاجه، يبقى ممكن كاتبين 7 كده 6.51. خلاص يا ولاد يبقى احنا كتبنا ايه النمبر اللي معانا. يبقى اول خطوه بحدد مكان النمبر اللي هو عايزه او الديجيت اللي هو عايزه، هو عايز الهاندردز فين مكانه، فين البليس فاليو، ال1 هنا البليس فاليو بتاعته هاندردز. طيب حددتها خلاص، بشوف بقى اللي ايدي اليمين الفور لو كان الديجيت ده less than 5 يبقى كانت تجيب 1، لو كان 5 or more than 5 يبقى جيف 1 تو ذا ديجيتس، وفي الحالتين بيتحذف بيتكنسل ما بنكتبوش، فهمتوا؟ تمام. اللي بعدها 175.325، برضه ال 100 يا مستر هي 2، شايف البوينت؟ البوينت موجوده اهي يا مستر، يبقى انا هشوف على ايدي اليمين باي رايت هاند شوف 3 في ايه؟ ها مكانها بيس فاليو ليها ايه؟ تنسس و 200 ماشي 2 في ال 100، يبقى ال 5 هتعطلها ولا لا؟ اه 5 هتعطلها يا مستر، من الديجيتس عند الديجيتس اهو 5 وعند 6 زي ما احنا حافظين 5 6 7 8، وعند 9 كل دي ريتش نمبرز، ارقام اللي هي ريتش عشان نميزها يعني عن ايه بيت الايه الديجيتس اللي عندي. لو لقينا ال 5 او 6 او 7 او 8 او 9 بجيف 1، يبقى ال 5 جيف 1 2 2 كونفيرت تو 3، يبقى الديجيتس كله يكون ايه 1 7 5 175 بوينت 3، وهنا 2 كونفيرت تو 3 بيكوز 5 جيف ات 1 اوكي، يبقى هنا 3 خلاص. طيب اكزامبل اي 52.1248، ها تعالوا نشوف يا اولاد ال 100 فين، عايز اعمل ابروكسيميت كل ده ابروكسيميتنج تو ذا نيرست 100، ال 100 اللي هو 2 شايفينها، بشوف البوينت بحددها وبشوف تاني ديجيتس يعني 1 2 اللي بعدها على طول، يعني ده ايه تينز وده 100، يبقى انا عايز ال 100. طب 4 جيف 1 اور نوت؟ لا نوت كانت جيف 1 بيكوز 4 ليس ذان 5 اوكي، يبقى اكتب هنا 5 52.1 and 2، okay it's very easy. Example number G 23.297، ها يلا نحدد عندك ال 9 شايف البوينت، البوينت موجودة اهي، هنقول اللي بعدها مين teens hundreds، ال hundreds اللي هو 9 7 can you find yes 9 will be 10 write 10 0 and carry up 1، محدش يكتب 10 كلها، لا تكتب 0 carry up 1 another digit اللي هو 2 convert to 3 because we have 1، يبقى انت عملت 9 دي 10 0 and carry up 0 and carry up 1 on number 2 plus بقى تعمل plus 2 plus 1 equal 3، بعدين point تنزل هنا 23، يبقى النمبر كله 23.30. الاكزامبل اللي بعده هنا برضو في 0.002، يبقى انا اقول هنا البوينت احددها هنا تينز فين تينز هاندردز هاندردز تو تو زيرو تو تعطلها، لا يبقى 0.00 ماشي يا اولاد جميل. طب يا مستر الاكزامبل اللي معايا ده اعمله ازاي؟
هنا لازم في decimal number، يعني عند fraction number لازم نعمل convert from fraction to decimal number. طب ال convert هنحمله ازاي؟ لاحظ ال denominator هنا 10,000، 10,000 يعني تعمل convert، تعمل ال point after 4 digit numbers because you have 4 0، يبقى على حسب العدد الزيروهات اللي عندك. انت عندك 4 0 يبقى تحط ال point after ايه 4 digit numbers، وتعمل count from right to left 1 2 3 4، يبقى البوينت هتيجي هنا يا مستر. يبقى انت خلاص هتكنسل ال 10,000 دي، تمسحها خالص وتكتب الديجيت جديد 2.5698، وبعدين تعمل الكونفرت بتاعك ابروكسيميتنج تو ذا نيرست هاندردز، وكاتب هنا ايه 2.5. فيري جود، جميل. ها معايا يا اولاد؟ يلا الديجيت 6 هتبقى 7 ولا تفضل 6 زي ما هي؟ حسب مين؟ حسب الديجيت اللي بعدها. 9 ده بور ولا ريتش؟ ريتش يعني مور ذان 5، جيف 1 2 6 6 ويل بي 7. اوكي يبقى الريزلت عندي 2.57 ان هاندرث. اوكي طب الاكزامبل اللي بعده 39 اند 3 over 1000، عايزين approximating to hundreds. نعملها ازاي؟ لازم الاول نعمل converting يا مستر from fraction، طبعا ده mixed number، المكسد نمبر لازم نحوله to decimal. طيب نعمل convert ازاي؟ انا عندي هنا 39 هو numbers و 3 over 1000، اقول هنا 3 over 1000 يعني اكتب على شمالها double zero، لازم يكون على الشمال double zero. ليه؟ لان انا عامل 3 over 1000 لازم البوينت اللي عندك تكون افتر 3 ديجيت نمبرز. انت ما عندكش الا ديجيت 1، فتعمل ايه؟ زود من عندك على الشمال، ما تحطش هنا ناحيه ايدك اليمين، لا بوت ان ليفت رايت هاند، ليفت هاند هنا شايفين، ما تحطش على الرايت، لو حطها على الرايت تبقى تحط على الليفت. ما تيجي تعمل بوت للزيرو تحط فين؟ ليفت هاند هنا، وبعدين تعمل ديفايدد عادي. يبقى هنا 39 ها 39 فينها، ونعمل بوينت ونعمل دبل زيرو، زيرو اهو زيرو كمان شايفين، تعمل 3. انت دلوقتي عملت ايه يا مستر؟ ها احنا الاول عملنا كونفرت، لسه ما عملناش الابروكسيميتنج عشان ما نتلخبطش. احنا يا اولاد اول حاجه عملنا ايه؟ ها كونفرت فروم ميكسد نمبر تو ديسيمال نمبر، بعد كده بعمل بقى الابروكسيميتنج عادي. يبقى لازم يكون عندي ديسيمال نمبر عشان اقدر ان انا اعمل ابروكسيميتنج تو هاندردز. طب يا مستر نعملها ازاي؟ بسيطه، انت هتحدد البيز فاليو او مكان الرقم اللي هو مين؟ الديجيت اللي عندك اللي هو الزيرو، شايفينه؟ لان هنا 0.0، يبقى انا عايز مين يا مستر؟ عايز ال hundreds. hundreds فين؟ هو الزيرو. 3 give 1 or not؟ لا كانت give 1 because 3 less than 5. يبقى اكتب هنا يا اولاد 39 شايفينها؟ point double 0 كده. ده الحل بتاعنا. خلاص؟ ده الريزلت اللي عندي. اوكي؟ طب الاكزام اللي بعده يا مستر 31 and 9 over 25 جنبها 0 هي 250. دي نعملها ازاي يا اولاد؟ انا قلت لك من شويه في الاول خالص، انت لما تيجي تبص للدينوميتور وفي 0 ما تلخبطش، الزيرو ده ما يلخبطكش، خليك كانه موجود. يعني انت لو كنسلت الزيرو ده مثلا يعني وانت بتقرا يبقى 25. طب انت حافظ ان 25 تايمز 4 ايكوال 100، وحافظ ان 2 تايمز 5 ايكوال 10، و8 تايمز 125 ايكوال 1000. يعني ما يجي لي يا مستر 25 اعمل على طول تايمز 4 على طول. يبقى انت تيجي على النوميريتور والدينوميتور تعمل تايمز 4، تيجي هنا تايمز 4 شايفين في النوميريتور، والدينوميتور برضه تعمل تايمز 4. تابعوني كده يا اولاد، وقف يعني الفيديو لو مش فاهم وانقل براحتك وبعدين كمل. هنا تايمز اوف 4 للنوميريتور والدينوميتور. خلاص يا اولاد نعمل ايكوال، نيجي بقى على 31 كده نكتبها شايفين، ونعمل الكونفرت بتاعنا ماشي. 4 تايمز 250 ايكوال 1000. طب جت ازاي يا مستر؟ اقول تايمز 4 تايمز 0 ايكوال 0، طبعا لما نيجي نعمل تايمز باي رايت هاند اوكي، لكن divided by left right hand by left hand. okay 4 times 5 equal 20 write 0 and carry up 2 2 times 4 equal 8 8 plus 1 equal 10 write 10 then the result will be 1000. we have 1000 in the denominator. okay فضل عندي يا مستر denominator. it's easy 4 times 9 4 times 9 equal 36 write 36 النوميريتور، يبقى انا عندي النوميريتور بقى 36 والدينومينيتور 1000، يبقى الايكوال ها
لسه كل ده احنا لسه الوقت بنعمل convert، لسه ما عملناش approximating. ركزوا، احنا الاول يا اولاد لازم نعمل convert from mixed number to decimal number. الاول عملنا times 4 للنوميريتور والدينوميتور، بقت 36 over 1000 because 4 times 9 equals 36 والدينوميتور 4 times 250 equal 1000. طب يا مستر هعملها ازاي؟ اجي اقول 31 كده. خد بالك انت بتقول 36 over 1000، لازم البوينت تكون after 3 digits numbers. طب تعمل ايه؟ هتيجي عند 36 وتعمل 0 كده ناحيه الشمال عشان يبقى عندك 3 digit numbers، مهمه جدا. تمام؟ هتكتب البوينت هنا وتقول 36 بعد الزيرو، تكتب 0 الاول وتكتب ايه؟ 36 اهي. خلاص يا مستر كده خلاص؟ لا لسه، انت بقى تعمل ايه؟ الابروكسيميتنج بتاعتك. يبقى انت اول حاجه عملت ايه في التمرين او في الاكزامبل اللي عندك؟ ها اول حاجه عملت كونفرت، عملنا تايمز 4 للنوميريتور والدينوميريتور، بقت 31 and 36 over 1000. بعد كده جيت اعمل الديفايدد ل 8 2 ديجيتس بس في النوميريتور، وانا محتاج 3 ديجيتس لان انا بقول ديفايدد 1000، يبقى زودت 0 على الشمال هنا. فهمتوا؟ وبعدين تقول بقى 31.036، تعمل approximating the value to the nearest hundreds. ال hundreds عندك اللي هو 3، ها لان هنا البوينت طبعا اللي هو النمبرز ماليش دعوه بيه، ها هنا الزيرو 100، هنا التنثث، التنثث الاول و hundreds 103 6 كان جيف 1 بيكوز 6 مور ذان 5. يبقى انت حددت الديجيت بتاعك وشفت على ايدك اليمين ال 6 ده مور ذان اور ليس ذان، مور ذان اور ايكوال تو طبعا يعني مور ذان 5 اكبر من 5، يعني لو كان مور ذان 5 يبقى هياتي. وبعدين ال 5 احنا بقى حافظينها بقى 5 من الريتش نمبرز، طالما من الريتش نمبرز يبقى جيف 1 2 3، فالريزلت يكون 31. نكتب كده يا اولاد 31.0، اوكي 0 6 جيف 1 نمبر 3 3 will be a 4، الريزلت will be 4. اوكي يا ريت ايه تكونوا فاهمين، والجزء اللي على اليمين اليمين ده انتوا هتحلوه انتوا يا اولاد، يعني هسيب لكم دول انتوا تحلوهم. ماشي تعالوا نشوف اكزامبل اللي بعده نمبر 2، approximating each of the following numbers to the nearest thousands. عايزين نعمل approximating to the nearest thousands. شوف مع بعض نمبر A 41.6247. اول خطوة يا حبايبي احنا بنحدد thousands، فين الديجيت اللي عندي اللي انا عايزه، فين مكانه، فين بليس فاليو بتاعته، ها فين الثاوزندز. تعالوا كده نشوف، اول حاجه بنشوفها البوينت، بوينت اللي عندها. باجي على ايدي اليمين ببعد عن هول نمبرز اليونتس والهندردز والتينز، كل دول مش دعوه بيهم، اهم حاجه انا احدد فين في الديسيمال، ديسيمال نمبر. هنا ال6، ها ال6 ده فين مكانه؟ تينز تمام، واللي بعديه هندردز احنا عاملينها فوق. الفور بقى فين يا مستر؟ في الثاوزندز. يبقى انا حددت خلاص الديجيت بتاعي. تمام، انت اول خطوه هتحدد مكان الديجيت اللي انت عايز ايه تعمل ابروكسيميتنج عنده اللي هو الثاوزندز، بقول ابروكسيميتنج تو ذا نيرست ثاوزندز. طيب شوف بقى اللي على اليمين 7، ها مور ذان 5، يبقى جيف 1 على طول لمين؟ الفور، يعني ال 7 دي هنكنسلها نحذفها وتلات اوف 1 للفور دي، فالفور تبقى 5، فيبقى الريزلت نكتب 41.62، ها ال 4 تتحول تبقى ايه؟ 5، نعمل convert to 5. فهمتوا؟ يبقى دي نمبر A، دي الإجابة نمبر A بتاعتنا. طيب نمبر اللي بعدها نحل تحتها على طول هي C، تعال يعني نشوف كده C 0.0474. طيب أنا عندي هنا هعد، ها اللي هو النمبرز مش دعوة بيه يا مستر، اخد البوينت بعدين اقول ايه؟ تينز هاندردز ثاوزندز ثاوزند 7، يبقى الفور، ها اللي على يمينها هتعطلها؟ لا لا يا مستر دي لسه 5، يبقى هنكنسلها. ماشي بنقوم كاتبين بقى الزيرو 0.0، شايفين 4، عيني على الاكزامبل اهو انا بحل 4 وال7 هتنزل يا مستر زي ما هي، لان هنا ال4 مش هتعطلها حاجه، ال4 less than 5. طب لو كانت 5 كانت هتعطل تخليها ايه؟ 8. جميل. طب الاكزامبل اللي بعده نمبر لتر اي،
4.6798 يا مستر. البوينت اهي، يلا نشيل الهول نمبرز مالناش دعوة بيه. ها تينث هاندرث ثاوزنث ثاوزنث اللي هي 9. ال 8 ها عندي 8 اهو، ديجيت 8 مور ذان 5 يا مستر، يبقى هكنسلها. في الحالتين يا ولاد بكنسل الديجيت، سواء هيبقى جيف 1 اور نوت جيف 1، ماشي؟ يعني سواء هيعطي او مش هيعطي. طب ال 8 مور ذان 5 يا مستر يبقى جيف 1 تو 9، 9 ويل بي 10. ينفع نكتب 10 كلها؟ لا، هنقوم كاتبين 0 اند كاري اب 1، ماشي؟ لتر اي اهو 0 اهو يا ولاد، ركزوا معايا، 0 اند كاري اب 1، محدش يكتب ال 10 كلها، لا، 0 اند كاري اب ايه 1، هتعمل بلس 7 بلس 1 8، يعني ال 7 هتتحول تبقى كونفيرت تو 8، فهمتوا؟ اهو، وبعدين بكمل عند اللترز عادي 6.4. طبعا احنا بنكتب من الشمال لليمين، يعني المفروض نكتب اول 4.67، بس نعمل كده عشان ما نتلخبطش، ماشي يا ولاد؟ يعني ال 9 تبقى 10، 0 اند كاري اب 1، على ال 7 تبقى ايه 8، وبكمل بقيه الديجيتس اللي عندي. الاكزامبل اللي بعده 0.0004، ها يلا نشوف كده البايت، حفظنا خلاص تينث ها هاندرت ثاوزنت ثاوزنت الزيرو يا مستر. الفور هتعطيها ولا لا؟ لا الفور مش هتدي، يبقى هكنسلها سواء هتعطي او مش هتعطي، يبقى هكنسلها. نمبر جي كده لتر جي، ها يبقى انا هقول 0.0000، خلاص كده خلصنا يا مستر. طيب اللي بعدها اي 16 and 27 after 10,000. احنا هنمسح دول يا ولاد، وقف الفيديو ونقلهم عشان نكتب بقية التمارين اللي بعدها. نشوف الاكزامبل اللي بعده، وصلنا لتر كي، اوكي عندي كي اهوت، نحلها مع بعض برضو. هنا بيقول لي 94 and 129 over 10,000. 10,000 يعني الديسمال تبقى after 4 digit numbers because we have 4 0، يبقى 129 هزود على يمينها ايه 0 كده، تمام؟ عشان يبقى 4. اول خطوة بقى هنعمل ايه حبايبي؟ هنعمل ها convert، وبعد ما نعمل convert نعمل approximate، مفهوم؟ لازم نحول، يعني نعمل convert from mixed numbers to decimal numbers. يبقى انا هكتب هنا 94 اهي كده، شايفين؟ واكتب البوينت ها الزيرو زي ما اتفقنا 1 2 9، شايفين؟ وبعدين نعمل الابروكسيميتنج بتاعتها. تعالوا نعمل نشوف الابروكسيميتنج تو نيرست ثاوزنت. هنا تينز اللي بعدها 100,000 ثاوزنت اللي هو 2 9، يعني كنسلها يا مستر. طب هتعطي ولا لا؟ جيف 1 بيكوز اتس مور ذان 5. نكتب مع بعض كده يا ولاد، يبقى انا هكتب هنا 9 بعدين 4 وبعدين البوينت بتاعتنا، نكتب 0 1 3، اوكي يبقى الريزلت اللي عندي اهو هيبقى كام؟ الريزلت ابروكسيميتلي 94.13، اوكي نشوف اللي بعده. هنا الاكزامبل اللي بعده بحدد برضو يا اولاد thousands نمبر، نحل لتر بي 2.0509، يبقى انا عندي الزيرو يا مستر، الناين هتعطلها مور ذان 5، يبقى انا هكنسل الناين ده ويبقى الزيرو ده في 1 هيتحول يبقى 1. يعني نكتب كده مع بعض 2.051، كده خلصنا ايه الاكزامبل اللي عندنا، سهله خالص اهي، فاهمينها؟ يبقى ده عملنا approximating to the nearest a to the nearest thousands. طيب اللي بعده 145.1015، برضو هنشوف مين ها thousands اللي هو ال 1 نحدده، 5 اللي على يمينها more than or equal to، جميل، يبقى هنا من rich numbers يبقى تعطلها على طول، يبقى انا الديجيت اللي هو هيكون ايه يا ولاد؟ ال 5 هتعطل ال 1، ال 1 يبقى 2، يبقى نكتب 144.102 نكتب بوينت جنبها 102، يبقى احنا عملنا الوقت يا مستر convert
شايفينها؟ اول خطوة عملنا approximating على طول، حولنا يعني ال1 ده حولناه ل2. الاكزامبل اللي بعده ركزوا معايا، هنا بيقول ايه يا مستر؟ 19.9996. طب دي نعملها ازاي يا مستر؟ احنا عندنا 9 كتير، ما تتلخبطش، انت هتحدد الديجيت بتاعك اللي هو الناين، يعني انت عندك البوينت اهي، وبعدين التينز، هاندردز، ثاوزندز. طب السكس يا مستر؟ ها من الريتش صح؟ يعني هنكنسل، هنكنسل السكس دي، والناين هنا هتكون ايه؟ 10. التن اتكتب كلها؟ لا، انهم قايلين زيرو اند كاري اب 1، زيرو اهو، كاري اب 1 على اللي بعده، الناين دي تبقى ايه؟ 10، زيرو اند كاري اب 1، وهكذا لحد ما توصل لمين؟ ل19، ف19 تبقى 20، فيبقى الريزلت اللي عندي كله 20 بوينت، ها كام؟ 0 1 2 3. يبقى تاني يا حبايبي ال9 دي هتبقى 10، بكتب 0 اند كاري اب 1 على ال9 اللي بعدها، اللي بعدها تبقى 10، 0 كاري اب 1 على ال9 تبقى 10، 0 اند كاري اب 1 على ال19 تبقى 20. فهمتوا الاكزامبل يتحل ازاي؟ ها موضوع بسيط خالص وسهل اهو، فانا عايزكم ايه؟ تذاكروا اول باول عشان تفهموا التمرين، هي بس انت بتعرف مكان ايه الديجيتس فين. الاكزامبل اللي بعده يا مستر، البوينت اهي 998، يبقى انا عندي الايت يا مستر، السكس مور ذان 5، جميل، يعني من الريتش نمبرز او ريتش ديجيتس، يبقى انا هدي ها السكس جيف 1 لل 9، 9 تبقى الايت، تبقى ايه؟ تبقى 9، يبقى انا اكتب 0 بوينت 99، والايت تتحول يا مستر تبقى 9، خلاص كده خلصناها. نشوف اللي بعده، اللي بعده يا مستر عندي على صورة فريكشن. لا، الفريكشن ده لازم نعمل convert to decimal numbers. طب اعمله ازاي؟ بسيطة جدا، انت عندك هنا divided by 1000، يعني البوينت تبقى after 4 digit numbers، يبقى نعد كده by right و left 1 2 3 4، يعني البوينت تيجي between 8 and 6 صح؟ يعني انت الاول هتعمل ايه؟ هتعمل convert، يلا يعني اعمل convert معايا كده، هنكتب 8 ها ونكتب البوينت، وبعدين نكتب ايه تاني؟ 6 وبعدين 4 وبعدين 7 وبعدين 9. محدش بقى ينسى ويقوم ساب المسألة، لا، انت الوقت عملت ايه؟ عملت ايه يا حبيبي؟ ها عملت ال convert to decimal numbers. لسه هنعمل ايه؟ ال approximating. طيب ال approximating هنعملها ازاي؟ بنعمل عملية ال approximating اهي طبعا كده، ونعمل ايه؟ نحدد you must limit زي 7 because 7 in thousands. اوكي، الناين ها مور ذان يا مستر، يبقى جيف 1 2 7، ال 7 تبقى ايه؟ تبقى 8. نكتب كده مع بعض، هنكتب هنا 8، اكتبوا كده معايا يا ولاد، يلا تابعوني، ها نكتب 8 شايفينها، ونكتب بوينت 6 4، ال 7 بقى تبقى تتحول يعني تبقى ايه؟ تبقى 8، لان ال 9 هتعطلها، يبقى انا هكنسل ال 9. دايما الديجيت اللي هو بعد الثاوزن ده بنكنسله في الكونفيرت يا اولاد، وفي الايه؟ في الابروكسيميتنج، ماشي؟ فهي هنكنسلها. طب ال 9 مور ذان 5 يبقى تعته 1 لل 7، فال 7 تكون 8. خلاص كده احنا خلصنا الاكزامبل بتاعنا، سهله ولا صعبه يا شباب؟ جميل. طيب نشوف الاكزامبل اللي بعده، ليتر اي، هنا 8 اند 8 اوفر 5000. هنا ميكسد ميكسد نمبرز يا مستر، بس في مشكله كده عندي، في بروبلم. ايه هي؟ ان الدينومينيتور لا هو 100 ولا 10 ولا 1000. نعمل ايه؟ نيجي عند الدينومينيتور ده ونعمل تايمز 5. انا قلت لك من شويه لو انت عندك زيروات كتير ما تلخبطكش، اعتبرها مش موجوده، وانت حافظ ان 2 تايمز 5 ايكوال 10، 4 تايمز 25 ايكوال 100، 8 تايمز 125 ايكوال 1000. يبقى انت عندك الدينومينيتور ده 5، هتعمل تايمز 2 النوميريتور والدينوميريتور، خلاص؟ طيب نعملها تايمز ازاي يا مستر؟ هتعمل تايمز من التيبلز تحفظه، يعني هنا تقول تايمز 2 زي ما احنا قلنا، وهنا تايمز ايه؟ تايمز 2. يلا يا اولاد نعمل كونفرت كده بهدوء خالص عشان ما تلخبطش، اكتب الايد كده اهي، وبعدين شد كسر كبير كده، 2 تايمز 8 ايكوال 16، اكتب 16 هنا في النوميريتور، اوكي؟ والدينوميريتور تعمل تايمز باي رايت هاند، 2 تايمز 0 ايكوال 0، 2 تايمز 0 ايكوال 0، 2 تايمز 0 ايكوال 0، 2 تايمز 5 ايكوال 10. خلاص بعد كده ايكوال، يلا يا بطل، 8 اند 16 اوفر 10000. انت عندك هنا 2 ديجيتس بس يا مستر، يبقى انت محتاج ايه؟ محتاج دبل 0.
يبقى انت هتيجي عند 16 وتزود لها 0 كمان و0، كل ده انت لسه بتعمل كونفيرت. تمام، تقوم جاي بقى عند ال 8 هنا كده وحاطط البوينت بتاعتك و0 وكمان ال 0 بتاعتك اهو، وهنا مين ال 16 شايفها، تقوم عامل بقى الابروكسيميتنج بتاعتك. علامة الابروكسيميتنج اهي، هي زي السوا بس بتبقى لفوق مايله شويه كده. تمام، وتعمل الكونفيرت بتاعتك. يلا نعمل يا بطل كده. ها فين بقى مين الشاطر يحدد معايا؟ ها هنحدد مين يا مستر؟ thousands اللي هو ال 1، لان البوينت اهي ماليش دعوه بالهول نمبرز، اخد البوينت وهنا teens hundreds thousands ال 1 ال 6 من الريتش تعطلها، يبقى انا هكنسل ال 6 دي وال 1 هتبقى يا مستر 2، يبقى انا هكتب 8.002. يبقى احنا كده خلصنا الاكزامبل، شايفين؟ يبقى احنا كتبنا ايه الريزلت معانا اهو، موضوع بسيط وسهل. شوف مع بعض يا اولاد الصفحه اللي بعدها، في عندي تيبل اللي هو موجود، في عندي نمبرز وعايز اعمل ابروكسيميتك تو نيرست يونت تينث هاندرد ثاوزندز، كل ده على مين؟ على النمبر اللي موجود. طيب احنا عشان نحلها لازم نحدد زي ما قلنا البليس فاليو للديجيت الموجود، عايز يونت، اليونت هنا اللي هو مين؟ ال 8، يبقى التي ال 2 مش هتعطل، فيبقى هنا هكتب 5 2 8 5 2 5 2 8. يبقى احنا عملنا التحويل الكونفرت بتاعنا اول واحده. طيب اللي بعدها خلاص دي هنكتبها في مكانها هنا، ماشي. عايز اعمل كونفرت تو نيرست تنثس، فين التنثس اللي هي 2 اللي هي الزيرو، شايفينها 2، شايفين البوينت يا اولاد؟ بوينت جنبها 2 وبعدها 0، يبقى الزيرو ده هو في التنثس، يبقى ال 2 اللي قبلها تعطلها؟ لا لا مش هتعطلها، يبقى نكتب ايه؟ هنكتب 5 2 8.20، نكتب مع بعض 5 2 8.2. كده خلاص عملنا كونفرت يا مستر تو ذا ديجيتس ايه تو ذا نيرست تنثس. طيب اللي بعدها يا اولاد عايز تو ذا نيرست هاندردز، هاجي عند الهاندردز اللي هي الزيرو، شايفينها؟ التو مش هتعطلها، يبقى اقول 5 2 8.20. نكتب كده مع بعض، تابعوني واكتبوا معايا في الكتاب، احنا مش هنكتب الكتاب المعاصر يا اولاد. 5 2 8.20 خلاص، ننقل العدد مكانه في الجدول اهو. نشوف اللي بعدها approximating to the hundred thousands، فين الثاوزندز هنا يا مستر؟ شايفين البوينت؟ teens hundreds thousands اللي هي 2، ال 5 تعطلها؟ ايه يا مستر تعطلها، يبقى 2 دي تنكونفرت تو 3، نقوم كاتبين هنا مع بعض، نكتب 5 2 8.203، شايفينها؟ واضحة معانا اهي، لأن ايه العدد الديجيت اللي عندنا كتبناه خلاص ويجي في مكانه. كل التيبل هيتعمل بنفس الطريقة يا حبايبي، عايزكم بقى تحلوا بقية الايه التيبل اللي عندنا. طب في واحدة هحلها معاكم اللي هي 3 over 8 دي، هتعملها convert، تعمل تايمز 125 نوميريتور ودينوميريتور، بيكوز الدينوميريتور عندك 8، تقوم عاملها تحويل كده، هعملها معاكم اهي هنا تحت، اشد خط كبير كده بتاع الفريكشن، واقول هنا تايمز 125 وهنا تايمز 125، انا عارف ان ال 8 تايمز 125 ايكوال 1000 اهي، شايفين يا حبايبي 1000. الدنوميريتور بقى بنعمله يا مستر ال 3 تايمز 100، شايفينها 25 اهي، هنعمل يمين 3 تايمز 5 ايكوال 15 اند كاري اب 1، 2 تايمز 3 ايكوال 6 6 بلس 1 ايكوال 7، 1 تايمز 3 ايكوال 3 357 375 دي 7 يا ولاد 375 ماشي 375. طيب الديجيت اللي عندي خلاص، تعالى زي ما نحدده،
يعني اعمل الاول convert from fraction to decimal. يعني هنا الناتج اللي عندك number كان 375، لان احنا عملنا times 125 numerator و denominator. جميل اهو، طب خط واضح يا ولاد؟ طب معايا في كراسة، طلع كراستك وحلو. ها divided 1000. بعد كده هنعمل convert بقى يا مستر. احنا هنعمل divided 1000. طب ما فيش whole numbers، حط مكانه زيرو. طب ما فيش whole numbers موجود، حط زيرو كده الاول. اعمل زيرو بوينت واكتب بقى هنا البوينت after 3 digit numbers 1 2 3. يبقى البوينت كتبناها والزيرو، وهنا 3 7 5. خلاص انت خلاص كتبت النمبر بتاعك. تعالى بقى اعمل approximating to the nearest unit. اليونت هنا زيرو يا مستر. طب ال 3 هتطلع؟ لا مش هتعطي، يبقى نكتب زيرو زي ما هي. يبقى هنا زيرو. طيب to the nearest tenth، التنث اللي هو 3، 7 هتطلع يا مستر، يبقى 3 بقت 4. يبقى اكتب هنا 0.4. شايفين الموضوع بسيط وسهل. اللي بعدها 100 اللي هو 7، ال 5 هتطلع يا مستر، يبقى هنكنسل ال 5 وال 7 تبقى 8. يبقى اكتب 0.38. طب الاخيره انا عايز ثاوزندز، مفيش حاجه قبلها، مفيش مس حاجه قبلها، يبقى احط 0 كده. يبقى 0 مش هيعطي حاجه لل 5. خلاص يبقى نكنسل ونكتب زي ما هي. يعني 0.37 فين، وبعدين 5 زي ما هي. كده احنا خلصنا التيبل، دول هتحلوهم زي اللي فات بالظبط. نمبر 5 بيقول لي تشوز ذا كوريكت انسر 5.345 approximating to the nearest hundreds. فين hundreds يا مستر؟ اللي هي 4. شاطرين. 5 تعطلها ولا لا؟ اه 5 من الريتش نمبرز، يبقى تعطل ال 4، فال 4 تبقى 5. يبقى عندي الريزلت عندك هنختاره، خد بالك هناخد 5.35. فين 5.35 اهي. يبقى هاخد ايه؟ اختار الثانيه. ماشي. طيب 2.5786 approximating to 1/1000. يبقى دي thousands. ماشي دي معناها thousands. فين الthousands اللي هنا يا اولاد؟ اللي هو ال 8 يا مستر. طب ال 6 ها، ال 6 من الريتش، يبقى تعطلها، يبقى ال 8 هتبقى 9. ماشي، يبقى انا هكنسل ال 6 دي واخلي ال 8 دي تتحول تبقى 9. يبقى اختار 2.579. فين اول واحده؟ 2.579 اول واحده في الاختيارات. طب الاكزامبل اللي بعده بيقول له approximating to ها the nearest ايه يا اولاد؟ شايفين the nearest 100. المره دي 100، خدوا بالكم مش hundreds، 100 بس. شايف الامور امور واضحه قدامك اهي. 100 مفيش 1/100. لو كانت كده، لو كان كاتبها 1/100 كنت اعرف على طول اللي هي hundreds، لكن هو كاتب لك 100 بس. فانت هتشوف ال 100 مين؟ اللي هو 3. تيجي بقى على whole numbers unit 10 100. ال 100 اللي هو مين؟ 3 7. تقدر تعطيها يا مستر صح؟ يبقى انت هتكتب دبل زيرو، لان انت بتقول approximating to the nearest 100. تكتب دبل زيرو كده وهتتلخبط في السؤال ده، ما حدش يستعجل. بيقول to the nearest 100، لا ده عايز 100 بس يا حبيبي، عايز 100 اللي هو 3. فال 7 هتعطيها هتبقى 4 بس، يبقى 4A 100. محدش يتلخبط. ماشي جميل، عارف انتوا شاطرين وتقدروا ان انتوا تحلوا الاكزامبل ده. طب اللي بعده approximating to the nearest 2 decimal places. 2 decimal places يعني عند الديسيمال هتاخد 2 digits اللي هو 4. 7 تعطلها ولا لا؟ اه 7 تعطلها، جاف 1. يعني يبقى ال 4 دي تتحول تبقى 5، يبقى 17.95. اهي يا اولاد، اخد التشوز اللي قدامي ده. طب الاكزامبل اللي بعده هو حليلها جاهزه، بيقول لك approximating to the nearest a. ها ان النايت هنا مكانها فين؟ مكانها فين يا اولاد؟ عند البوينت اهي، ركزوا كده معايا هنا 10th hundreds. يبقى اختار hundreds، شايفينها اللي هو الاختيار الثالث ده اللي تشوف شايفينه hundreds، اختار. محدش يقول 100، لا 100th، 100th اخرها تي اتش، ونحفظ اللترز كويس عشان لما نيجي يعني نحل الاكزامبل ويكون الكلمات قدامنا يعني الليتر موجود 100 و100 سميز بينهم. هم موجودين فوق عندك اهم في التيبل برضو، احفظهم عندك، نقلهم في كراسة واتمرن على كتابة الكلمات
النمبرز اللي عندك، الكلمات اللي عندك ايات يونت وتينث هاندرد ثاوزندز مختلفة عن هاندرد. يعني شايفين لو شلنا تي اتش تبقى هاندرد بس، شلنا تي اتش تبقى ثاوزند، المعنى اختلف خالص والبليس فاليو اختلف. تمام، مكملين مع بعض يا حبايبي. هنا بيقول لي 82.497 approximating to the nearest what. هنا اعمل approximating to the nearest ايه؟ بنشوف على ايدي دي مين، اول لتر اللي هو الزيرو، اول ديجيت عندك اللي هو الزيرو، مكانه فين البليس فاليو بتاعته؟ ها عشان ما تتلخبطش في السؤال ده، انت بتشوف على ايدك اليمين اول ديجيت اللي هو الزيرو، عندك 82.50. الزيرو ده مكانه فين يا مستر؟ البليس فاليو بتاعته عند هنا بوينت واللي بعدها تينث هاندردز، يبقى انا ابروكسيميتنج تو ذا نيرست هاندردز على طول، سهل خالص. اللي بعدها يا مستر ده هو النمبرز ما فيش فيه بوينت، يبقى ابروكسيميتنج تو ذا نيرست ايه؟ هتشوف الزيرو اللي عندك شايفه بعد مين؟ 5. يعني ال 2 دي ما عطتش حاجه لل 5، فهو كنسل. خد بالك من اللي حصل، كنسل مين؟ كنسل الديسيمال نمبرز، كنسله، بقت عندك 152 عمل approximating to the nearest 10 because 150 equal 50 times 10، يبقى approximating to the nearest 10. ما حدش اتلخبط، السؤال ده مهم جدا. يعني 150 to the nearest قريبة لإيه يعني؟ قريبة لل 10. تمام، يبقى قرب لأقرب، ها approximating to the nearest 10، لأن اللي كان 5 هنا ال 5 دي كانت مكانها فين؟ في ال 10، فال 2 ما عطلهاش حاجة، يبقى انا كنسلت ال 2 كتبت 0 وال 5 بقت زي ما هي، يبقى 150. طب يا مستر اللي بعده، هنا برضو بيسالني approximating to the nearest ايه؟ انت ما تقلقش، هو سهل، انا قلت لك لو في ديسيمال يبقى انت هتشوف على ايدك اليمين ال 6 اهي اللي هي كانت اصلا ايه يا مستر؟ 5. طبعا هو كنسل ال 5 وال 9 دول، كنسلهم صح؟ طيب ال 5 بقت 6، يبقى انت عشان تشوف نيرست وعندك بوينت تشوف المكان بتاع الديجيت اللي عندك البليس فاليو بتاعته. المكان بتاعه فين يا مستر؟ 10 اهي، ناخد ال 10 اهي. نفس الكلام هنا يا مستر، في دبل 77، يبقى دي مكانها ايه؟ مكانها ايه يا حبيبي؟ ها اقول 10 هاندردز، يبقى ال 7 هنا هاندردز اهي، اختار هاندردز شايفينها. طب اللي بعدها يا مستر محتاجه تعمل كونفرت، بسيطه، انت حفظت خلاص الفريكشن، يعني 1 اوفر 8 تبقى 125 طبعا بعد البوينت، لان بنعمل تايمز 125 للنوميريتور والدينوميريتور، وفي فريكشنز انا هكتبها لك الوقت تحفظها كلها، هتساعدك في الحل، اول ما تلاقي الفريكشن تكتبه وتحفظه عشان في الامتحان تقوم كاتبه على طول. يبقى اهو هنا عملنا تايمز 125 النوميريتور والدينوميريتور، بقت 125 over 1000 اهي. تعمل بقى approximating into 100، ال 100 عندك اللي هي 2، ال 5 تعطلها يا مستر تبقى 3، لان عايز تو نيرست 100، يبقى اعمل 3.13 اهي الاخيره. اللي بعدها بقى اكزامبل بيقول 8657 سنتيمتر approximating to meters. الاكزامبل ده فيه خطوتين يا ولاد مهمين جدا. تمام، الخطوه الاولى انت بتعمل كونفرت، تحول من السنتيمتر للمتر. طب نعملها ازاي؟ بنعمل ديفايدد 100، يعني عشان احول من السنتيمتر للمتر اعمل ديفايدد باي 100. طب ديفايدد ازاي يا مستر؟ هتقوم كاتب الديجيت بتاعك عادي ال 8 والديجيت اللي بعديه 6، يعني تكتب النمبر كله كده الاول من غير ما تتلخبط، اهو كتبنا ايه النمبر كله، وبعدين بتعمل ديفايدد ال 100، يعني كان العدد اهو 8، المسألة اهي 8، اكتب معاك في كراسة كده 8657، ده كان الديجيت اللي هو 8657 ديفايدد 100. ليه بنعمل ديفايدد 100؟ لأن عايزين نعمل كونفيرت فروم سنتيمتر تو متر. طب البوينت يا مستر، احنا بنعمل ديفايدد 100 يعني البوينت افتر تو ديجيت نمبرز، حط البوينت. بعدين بقى ابروكسيميتنج تو ذا نيرست ها متر، هي بقت متر، هي الاقرب متر يعني اليونت، يعني تقوم جاي عند ال 6 وتعمل ابروكسيميتنج. السؤال ده مهم جدا وقوي وكتير بيتلخبط فيه، لان بيبقى فيه خطوتين في الحل، فانت الخطوه الاولى تعمل ديفايدد 100 والخطوه الثانيه ابروكسيميتنج تو ذا نيرست يونت. ماشي يا حبيبي، ركز كده، احذف يا حبايبي، يبقى هنا الايت اهيت اكتبها، وهنا ال 5 جيف 1 تو ذا ديجيت اللي هو ال 6 تبقى 7، فتبقى 88
87 يا مستر، موجودة؟ أهي موجودة، اخترناها خلاص. السؤال اللي بعده 7004 ملي لتر ابروكسيميتنج 2 لتر. أنا عايز أعمل ابروكسيميتنج فروم ملي لتر 2 لتر. طب من ملي لتر للتر أعمل ديفايدد 1000 بيكوز لتر 1 لتر إيكوال 1000 ملي لتر. طب لما أعمل ديفايدد 1000 يا مستر، ها البوينت تبقى أفتر 3 ديجيت نمبرز صح؟ يعني أنا أكتب الديجيت بتاعي يا مستر وبعدين أعمل ابروكسيميت. أه يبقى المسألة دي برضه فيها 2، فيها خطوتين للحل، تو ستيبس. يبقى اول ستيب عندي هعمل ايه؟ هعمل ديفايد 1000 او كاتب 7 والبوينت دي الستيب الاولى يا اولاد ماشي 004 يلا يا اولاد للليتر. يبقى الليتر اللي عندي اللي هي اليونت، يعني زي المكان قال لي فوق متر يبقى اجي عند اليونت برضو. تمام، يبقى انت عملت ديفايدد، بعد كده بتعمل ابروكسيميتنج تو ليتر. دي الستيب الثانيه بقى، الزيرو مش هتعطي حاجه لل7 فيديك 7 بس. شوف التمرين اللي بعده يا اولاد، هنا بيقول لي بلس جاب لي 2 نمبرز وقال لي بلس وبعدين ابروكسيميتنج تو 100 ماشي. هنعملها ازاي؟ اول خطوه لما اول ستيب يعني بنعمل بلس، يعني بتاكد ان البارت متساوي، هنا 3 بارتس وهنا 3 بارتس، يبقى اعمل بلس على طول طالما هنا الاجزاء متساويه، يعني يبقى اعمل بلس. اقول 4 بلس 3 ايكوال 7، اكتب 7 ماشي. يلا حلو معايا كده يا ولاد، نكتب 7. بعدها هنعمل اللي بعده، الديجيت اللي بعده 6 بلس 5، 6 بلس 5 ايكوال 11، رايت 1 اند كاري اب 1 ماشي. كتبنا مع بعض 7، 6 بلس 5 ايكوال 11، 1 اند كاري اب 1، 5 بلس 1 ايكوال 6، 6 بلس 2 ايكوال 8. تعالى نكتبها، نكتب بوينت 2 بلس 2 ايكوال 4، رايت 4 هير ماشي. بتجمع عادي يعني يا اولاد، بتعمل بلس عادي خالص، 1 بلس سبيس ايكوال 1، يبقى الريزلت 14.817. تعالى بقى اعمل ابروكسيميتنج تو ذا نيرست 100، 100 ال 100 اللي هو ال 1، يلا 7 تعطلها ولا لا يا مستر؟ هتعطلها 7 من الريشنال ديجيتس، يبقى عندي هنا 14 تنزل زي ما هي. اكتب البوينت وبعدين الايت والتو تتكتب خلاص يا ولاد، سهله. نفس الكلام هنا بالنسبه للبلس وبلس الماينس. تعال نحل النمبر سي كده، تر سي 37.4289-14.081. لاحظ ان عندك هنا 4 ديجيت نمبرز افتر بوينت، بيفور البوينت هنا 4 وهنا الافتر ايه 37. يبقى انا هنا لازم عندي برضه 4 يا مستر، فلازم نسوي الاجزاء يعني البارتس تبقى متساويه، نحط 0 هنا تمام. بعدين نعمل ايه؟ سبتراكت بقى، اقول لي اطرح سبتراكت، اقول له ايه 9 ماينس 0، نعمل بقى من اليمين 9 ماينس 0 ايكوال 9، يعني نكتب 9. 8 ماينس 2 ايكوال 7، 2 ماينس 8 ينفع يا مستر؟ ما ينفعش، يبقى اعمل ايه؟ بور 1 فروم 8 ايكوال 3، اعمل بور 1 من ال 8 تبقى 3، with 2 convert to will be 12 okay because we borrow 1 from 4, 4 will be 3 and 8 will be 12 minus 8 equal 4. او لو مش عارف اعمل count from your hand تمام، count just after 8 on 9 10 11 12 result will be 4، write 4 here okay. 3 نكمل مع بعض، 3 minus 0 equal 3، write 3 here and point 7 minus 4 equal 3, write 3 here. It's easy, okay? 3 and 3 minus 1 equal 2. The result will be a mister 23. This real digit the same machine 23.3479. تعالى بقى نعمل approximating to thousands. Thousand فين يا ولاد؟ عند البوينت يا مستر 347، يبقى 7 اللي هو التالت واحد اهو، لان هنا 10th 100 thousands ال 9 تعطلها يا مستر، يبقى 7 دي تبقى 8. يبقى انا هكنسل ال 9 دي خالص واعمل ابروكسيميتنج بتاعتي اهي، اكتب 23 شايفينها، وبعدين البوينت 3 وبعدين 4 وال 7 convert to 8 because 9 give 1
2 في ديجيت 7، 7 will be 8. اهي يا ولاد كده عملنا الابروكسيميتنج بتاعتنا وخلصنا الاكزامبل. نفس الكلام تعال نحل نمبر جي، انا هسيب لكم بقى ده تحلوه انتوا، تساوي البارتس وتحلوه. هنا ديفايدد 1000 دي هعملها معاكم، هنا البوينت تبقى افتر 3 ديجيت نمبرز، يبقى اكتب ال النمبر عادي الاول اهو يا ولاد عشان نطلع بره، اكتب النمبر عادي كده 4 3 5 7، وهنا نحط البوينت بتاعتنا ونعمل الابروكسيميتنج بتاعتنا تو ذا نيرست 100. ال 100 يا مستر اللي هي ال 5، ال 7 هنكنسلها تعطلها يا مستر صح، لان ال 7 نريتش اللي هي مور ذان 5، يبقى اكتب 4.3 وال 5 يا مستر تبقى 6. جميل. المسائل دي برضه يا ولاد ده هعمل كونفيرت، يعني هقول لكم الطريقه وانتوا تكملوا بقى في الهوم ورك بتاعكم. 1 اوفر 8 دي هتشيلها وتخليها ايه، تحط 0 125، احنا لسه محولينها من شويه، عاملين الكونفرت بتاعها تايمز 125 للنوميريتور والدينوميريتور، ونقوم عاملين سبتراكت ونطرح. لما نيجي نعمل سبتراكت بنعمل هنا 0 على اليمين عشان يبقى عندي 3 ديجيت وهنا 3 ديجيتس. هنا نفس الكلام اكنسل ال 3 اوفر 4 دي تبقى 17.34 اللي هي ايه 75. تمام، وتعمل بلس بقى عادي، تزود زيروهات من عندك عشان تبقى مظبوطه، لان انت هنا افتر البوينت 4 ديجيتس وهنا كان 2 بس، تعمل بلس بقى 5 بلس 0 ايكوال 5، طب كاتب 5 كده، واللي بعدها 5 بلس 7 ايكوال 7، 5 بلس 0 ايكوال 5، 7 بلس 0 ايكوال 7، 7 بلس 1 ايكوال 8، وهنا عندي 7 بلس 1 ايكوال 8 برضو كتب، خلاص بقت 88.7575. اظن الخط كان خط يا ولاد، لان بكتب على ايه، على اللابتوب ماشي، فخدوا بالكم لو الخط مش واضح انتوا تكتبوا معايا طبعا وتتابعوني. هنا ابروكسيميتنج تو ذا نيرست ثاوزندز، الثاوزندز عندك اللي هو 7 تمام، فال 5 هنكنسلها، وقبل ما تتكنسل بتعطلها لان هي ايه مور، مور ايكوال 5 تمام، يعني من الريتش ديجيتس احنا حفظناهم بقى خلاص، هما ال 5 وال 6 وال 7 وال 8 وال 9 كل دول جيف 1، فنكتب عادي 88 اهي يا حبايبي شايفين 88، ونقوم كاتبين البوينت 7 ونقول له ال 5 دي 5 يا ولاد، وهنا ال 7 تبقى 8 ماشي. اكتب خطك الجميل بقى في الكراسه بتاعتك، او من لو معاك الكتاب فاتحه انقله خط جميل. هنا برضو الاكزامبل الاخير 10، مفيش عندك بوينت تحط لها بوينت، يعني ال 10 دي كنسلها واكتب مكانها يعني 10، شوف زود لها يعني 10 زود لها بوينت، حط كده على اليمين بوينت، وعندك كام ديجيتس 4 حط مكانهم 4 0 1 2 عشان تقدر تطرح تعمل السبتراكت 3 4 ماشي يا حبيبي. تعالى بقى اعمل سبتراكت 0 ماينس 6 مش هتنفع، هتستلف الزيرو ده مش هيرضى، ده مش هيرضى، ده مش هيرضى، ده مش هيرضى، ال1 يرضى، ال1 يبقى 0 اهو احمد بور 1 فروم 1، ال1 بقى 0، الزيرو ده بقى 9 يا مستر خدنا منه 1 بقى 10، الزيرو ده بقى 10 خدنا منه يعني بنستلف له يعني اعمل له بور يبقى 10، ناخد منه 1 تبقى 9، والزيرو ده يبقى 9 ليه؟ لانه هيبقى 10 ناخد منه 1 تبقى 9، الزيرو ده يبقى 10 ناخد منه 1 تبقى 9، الزيرو ده يبقى 10 يا مستر ها ناخد منه بور 1 فروم 10 ايكوال 9، ولحد ما نوصل لمين؟ للزيرو الاولاني ده يبقى ايه؟ يبقى 10. خلاص بقت سهله، اطرح بقى اعمل سبتراكت 10 ماينس 6 ايكوال 4 يا حبيبي ركز، 9 ماينس 1 ايكوال 8، 9 ماينس 1 ايكوال 8 اللي بعدها، 9 ماينس 1 كمان ايكوال 8 يا مستر، احنا كده ماشيين مظبوط يا ولاد، وصلنا 9 و 5 مش كده؟ اه 9 و 5 ايكوال 4، 9 ماينس 5 ايكوال 4 اه. نكتب البوينت وبعدين 9 ماينس 3 ايكوال 6، خلاص احنا كده خلصنا الايه السبتراكت بتاعتنا. نعمل ابروكسيميتنج تو ذا نيرست ثاوزندز اللي هو ال 8 شايفينها، ال 4 مش هتعطلها فبالتالي الريزلت هيكون 6.4 وهنا 8 شايفين يا حبايبي شاطرين طبعا، اكتب خط جميل بقى عندكم، نقول خط جميل 8 وبعدين جنبها ال 8 يا ولاد.
نجمع طولك يا ولاد. فريكشن سهل، بتحولها جاهزة فانت هتحفظها. 1 over 8 0.125 ماشي thousands. 1 over 2 0.5. 1 over 4 0.25. دول تحفظهم هيسهل لك الحل جدا في الايه في الفريكشنز باذن الله. تمام. 3 over 4 اللي هي 0.75 بتبقى حافظ بقى الكمية المكافأة، يعني 3 over 4 كذا، لأن احنا عملنا تايمز هنا 25 وهنا 25. هنا برضو 3 over 8 0.375. 5 over 8 عملنا تايمز 125 للنوميريتور والدينوميريتور فادتني 0.625 ماشي. 625 ماشي 6 وبعدين 2 وبعدين 5. طبعا in thousands كل ده in thousands. 1 over 9 يعني اي ديجيت بيبقى ديفايدد 9 بيتكرر قبل الزيرو يبقى 0 بوينت، ونكرر 2 اوفر 9 برضو 0 بوينت، ونكرر 2 ريبيت 2 2 2 2 تو انفينيتي. 5 اوفر 9 برضو 0.555 تايب. 1 اوفر 3 0.333. 2 اوفر 3 0.666 خلاص. دي بتفيدك زي ما يجيلك اكزامبل يقول لك كومبارينج بين 2 اوفر 5 اند 1 اوفر 9. دي هناخدها بالتفصيل برضو كمان درسين كده او حاجه يا ولاد قدامنا، اللي هو الدرس اللي جاي اللي هو الكومبارنج ان شاء الله. فانت لما بيجيلك بتبقى تعمل كونفرت 1 اوفر 9 ده احنا عارفين اللي هي 0.111. 2 اوفر 5 بنعملها كونفرت تايمز 2 نوميريتور ودينوميريتور تبقى 0.4. فبالتالي هي لو انت حفظت بقى الفريكشن ده هيسهل لك كتير في الحال. او ممكن تعمل كروس تقول 5 تايمز 1 ايكوال 5 و2 تايمز 9 ايكوال 18 فتبقى ايه الفريكشن 2 اوفر 5 هو الاكبر. معنا برضو تمارين من كتاب المعاصر الصفحة اللي بعدها. في سؤال جديد علينا يا ولاد اللي هو estimating، يعني نجيب لي x مثلا y ويقول لي find x plus y approximating to the thumb to the nearest hundreds. دي هنعمل بلس عادي زي ما احنا خدنا ونعمل approximating to the nearest hundreds. طب الجديد ايه يا مستر؟ هو estimate to x plus y estimate اللي هو approximate to the unit. هعملها معاكم بس الجزء الاخير وانتوا تعملوا الجزء الاولاني. لما يقول لي estimate the sum of the of x plus y يبقى انت هتعمل هنا approximate to unit، يعني 13 هتبقى زي ما هي لان الفورم مش هتعطلها. يبقى احنا عملنا الاولانيه اللي هو equal يعني approximating to the a nearest unit، لان بيقول لي estimate the sum estimate ماشي اللي هو قدر يعني، فتبقى هنا 13. اول ما اقول estimate يعني كلمه estimate دي معناها approximating to the nearest unit اوكي 13 وعمل بلس هنا 7.2 ال 2 مش هتعطلها يبقى هنا 7 زي ما هي. اجيب بلس بقى 13 بلس 7 equal 20 تمام. ده بالنسبه للاستيميتنج. طب الاكزامبل اللي فوق كان بيقول لي ايه find x plus y approximating to the nearest hundreds. دي هتعملها عادي، تعالوا نعملها بالمره يا ولاد نحلها مع بعض نخلص بقى السؤال ده. هنا بقول 13.452 هنعمل بلس اقول 3 بلس 2 equal 5 نكتب 5 كده 7 plus 5 equal 12 2 and carry up 1 على 2 تبقى 3 3 plus 4 equal 7 اهو ونكتب البوينت شايفين 17 plus 7 plus 13 equal 20 نكتب 20. طب الاستيميتنج اللي عندك ها اكسبتل ولا لا؟ اقول اكسبتل لان هنا طلع 20 انت عملت الابروكسيميتنج. تعالى نعمل ابروكسيميتنج كده to the nearest ايه I to the nearest hundreds. فين ال hundreds؟ هي 2 فيبقى هنا 20 شايفين يا ولاد بوينت 7 5 تعطلها يا مستر يبقى انا هكنسل ال 5 وال 2 تبقى 3. انت خلصت يبقى انت عملت بلس فكره الحل يعني يا حبيبي انت الاول صح حبيبي انتوا الاول عملت ايه؟ عملت بلس للاكس والواي طلع 20.725 بعدين عملت ابروكسيميتنج عادي خالص الشغل انت بتعمله 200 ال 100 طلع 20.73 وبعدين الاستيميت بقى بنجيبه بنجيب الاكس نعملها ابروكسيميتنج تو ذا نيرست يونت تبقى 13 اللي هي اليونت اللي هي 3 يعني تبقى 13 وهنا 7 ها 2 مش هتعطلها يعني تبقى 7 وهنا 4 مش هتعطلها تبقى 13 هنعمل بلس يديني 20. طب هو بيقول لك بقى if your estimation acceptable acceptable يعني لو التقدير بتاعك مقبول يعني acceptable اكسب ليه الاشقاء مقبول لان انت ما قدرت عملت استيميتنج طلع 20 وانت برضو العدد الحقيقي طلع 20 يبقى انت بتقارن بين الابروكسيميتنج
الاستيميتنج لو طلعوا زي بعض هنا 20 وهنا 20 يبقى ايه your estimation acceptable. ماشي كده احنا كده خلصنا الافكار يا اولاد اللي في التمارين ان شاء الله. لو في اي حاجه اكتبولي في التعليقات قبل ما اشرح الدرس الجديد باذن الله. تمام نحل بقى تمارين ديت واللي احنا ما قلناهاش في الصفحه اللي فاتت يعني تحلها وتتابعني كده ان شاء الله. لو حاجه مش عارفها زي ما قلت لك تابعني في التعليقات وان شاء الله نكمل المنهج مع بعض. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.